وأخيرا مهرجان بابل للثقافة والفنون. يعني انتظرنا هذه الفرصة طويلا. هذا المهرجان العريق اللي كان بالثمانينات واللي كنا نطمح ونحلم إنه نكون موجودين فيه، لأنه بيتلاقى فيه الأشقاء العرب من الفنانين ومن الجمهور. هي المدينة اللي رحبت وقدمت يعني أفضل الضيافة وكرم الاستقبال لكل العرب. نحن الآن في بابل، بابل الحضارة، بابل التراث.